In Morocco, we don't say dinimak in your trip. We say حسان عشان في اخاوه نعمل هذا الويكاند شي خريجه نمشيو لعلى الفاس. اصبح النور اصدقاء الخلاء انه سعد البطل ويا صاحبي هنا الطبيده تقريبا ضربنا واحد 20 كيلومتر دابا وصلنا للرون بوين غادي نقلبوا دونك هذه الدخله شنو لقينا ميت في الطريق ضربات طوموبيل. ها نحن نبيدر في طلعتي ولا هبطتي وفي درجه الحراره المرتفعه جي صاد بزاف احنا واقفين حتى شي ايفور ما دايرينو كنقطرو بالعرق. انا واحد الناس اللي عمرها طلعنا عطاونا شويه ديال المدار قالت لنا تقريبا واحد 10 ديال الكيلومتر كنبغيو نبانو عليكم بروفيسيونيل يعني بالمضلي بروتوكول ما كاين لا طابي لا والو منك للارض اللهم 100 كيلومتر ولا 50 كيلومتر في هذه الصاده واحد الظن ناضي العربي السلاحه قصيره سي سعد ناشط راه كل طلعتي متكرفصه جينا هبطه جميله وممتعه للغايه وصلنا للسد شي شو سعد راه كيبان ليه بحال شي نمله هو هذا البراج. انا وقت الغداء بتوقيتنا كتشوف واحد السانسيط الاصدقاء ناضي اصبح النور اصدقاء الخلاء ما عرفتش عارف هو الضيف هذا البارح كنت كنقلب عليه جيت من المكناس باش شد فاس شدني الصوت الوالدي شديته انا ويا صاحبي هنا الطبيدير ان شاء الله فراس على الفاس يلا تبردوا بعد الحراره هذه تقريبا ضربنا واحد 20 كيلومتر دابا وصلنا للرون بوين باش غادي نقلبوا للسد على الفاسي دونك هادي هي الدخلة حنا غاديين في الطريق انا والسي سعد شنو لقينا ميت في الطريق ضربات طوموبيل انه تعلب تعلب وينا مسكين ها نحن نبيدر طلعتي ولا هبطتي وفي درجة الحرارة المرتفعة جي باش يقولوا سعداتكم قطعي غالية بزاف شي طلعات مش مهمين سي سعد يبيدر ها هنا دايرين اوتوستوب بالبيكالات ديالنا صاد بزاف هادشي ولا شنو ماعرفتش واش كنبانو ولا ما كنبانوش ماعرفتش كنبانو ضاربين تمارا ولا شو احنا واقفين حتى شي ايفور ما دايرينو كنقطرو بالعرق 0% الهواء الصهد المتصدب ديالنا انا واحد الناس اللي عمرها طلعنا عطاونا شويه ديال الماء دابا باش نكملو عطينا 15 كيلومتر ان شاء الله اوك الله يحفظك المهم هادشي راه فيه العذاب هادي هي الدخيلة ديال السد قالت لينا تقريبا واحد 10 ديال الكيلومتر ما كاملاش اصدقاء الخلاء نجيوكم الصراحة راه ما كاين لا كا ولا كا سطريات ما تثقوش بهم كنبغيو نبانو عليكم بروفيسيونيل ومجاهدين هذا هو الجانب المظلم ديالنا داكشي اللي ما عندكمش سطريات كاينش شي هذه الطويله تشوفوا اليوم محمد جاي يفرش لكم فرشتو انتوما خليو البروتوكول ما كاين لا طابي لا والو منك للارض السيد مجبد خويا راه بزاف خويا في كالتو مازال الطريق تما كتشوف هذاك البلاكه في هذيك العوجيه كتزيد تعوج حتى انت بزاف وحق الله المهم واحد الحراره واحد واخا ما كاينش الكيلومتر بزاف واحد حراره بزاف شلات لا 100 كيلومتر ولا 50 كيلومتر في هذا الصاد صراحه هادشي اللي عطى الله بلان انا لو طريق غادي ندير شويه نوصل واحد الظن ناضي العربي وحسن
المهم في هذا الفيديو هذا بغيت نفرسكم شويه ميساج بغيت نوصل لكم انه وراء كل طلعتين وتكرفصاتين كاينه هبطه جميله وممتعه للغايه. هاك انه السد يا سادة، انه يظهر امامنا والفرحة تغمر اعيننا، حيت باقي لينا غير الهبطة. الهبطة الغداء استراحة قصيرة سي ساعة 12 تلقى الفانطا مية باردة وفانطا باردة والغداء حياة ساداتكم نتوما اللي عايشين حياتكم في المدينة نتوما حنا داكشي بسيط جدا بسيط. واخيرا وصلنا للسد. شي شوف سعد راه كيبان لي بحال شي نملة. هو هذا البراج. المهم شوفوا معايا البراج استكشفوا معي، تبارك الله راه عامر. ودابا غادي نحتفلوا نقول وداعا للصهد وداعا للعرق وداعا للتمارة كاملة اللي درونا وداعا للعزوبية هي وداعا لأي هذا. الله نتشافوا في شي غطسة في البراج. دقا دقا عليك وش سير اخي حسان، سير اخي حسن، سير اخي حسن. انتي عاشي يا ودي يا سعد. قد حل المساء لكن واخا كاين الشمس باقا مطمطنا. دابا انا خليت سعد غادي يطيب لينا الغديوه ومشيت باش نسقي. وهاد العوينه راه تحت السد كاينه في الواد، هذاك هو الواد كيبان ليه تما كاينه واحد العوينه نسقي ونرجع دابا نصورها فاش نوصل لها. الغداء بتوقيتنا حقا والبركه السبعة ونص الشهر في السبعة ونص يلاه كنتغداو المهم القضيه راه بدات كتخوينا حنا نتغداو يلاه غادي نرتاحوا شي شويه دابا يلاه غنبقاو نحسوا بديك الراحه. شوفوا الجو هنا واحد الفيو رد لنا رد حسبوا معايا شحال ها كميله ها كسره ولا ها مقله ان شاء الله واخا تكون عندنا معدة سيتي رانا عندنا فيها غنعجبكم فيهم هاد اللاتي بلاتي الشرا ديال تحت من الارقام. انتما كتشوفوا واحد السانسيت الاصدقاء ناضي بان لكم السانسيت واحد السانسيت ناضي ماشي السانسيت انتما الاصدقاء السانسيت مع انتما اخوتي على الجوطي ها يلا 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 زيد 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 الغاديه بلاش وجايه بلاش
والله ما بقى عندنا ما نلبسو حق الله، لا ما صبناش غدا غنمشي عريانة. هو براسو توصى خصو اللي صبنو. سكت راه قضا خي سعد. اه صار راه خصها شي طيله.